تحية طيبة لكل المشاهدين ودائما من والأطيب، وأكيد يوميا معكم مشاهدين بأطباق شهية ومميزة. مثل العادة بأول حلقة بكون عنا دايتيشن، وضيفتنا اليوم كتير بتحبوها اختصاصي تغذية فانيسا خصوب. أهلا وسهلا فيكي فانيسا. بونجور، كيف حالك؟ أنا شربين قهوة. أنا شربين قهوة اليوم. أنا باخذ بركي فنجان هلا بعد. يلا بس هو لأنه موضوعنا عن القهوة اليوم مشان هيك. مزبوط. أهلا وسهلا فيكي فانيسا، رح يكون عن البن، فوائد البن، وكيف لازم نتناوله ونخفف. في عندي إدمان كثير من الأشخاص بيشربوا يمكن 3-4 ركويت بالنهار. صحيح. هالشيء إذا منيح أو مش منيح. صح. أهلا وسهلا فيكي. أنواع أشكال المنافع والأشياء اللي بتضر شو هي وكيف فينا ننتبه لها. شو رأيك بصحن طبولي؟ نبلش فيه الغداء يعني؟ يعني طبولي فنجان قهوة منيحة. عظيم. ورا بعض لا نأخر شوية القهوة. عظيم. نبلش بالطبولي. أكيد مشاهدينا اليوم رح يكون عندنا طبق التبولي للي كتير بيحتاروا، إنه مرات بيطلع يا حمض زايدة يا زيتها مش طيب، يا ممكن في هيك إلى أسرار رح نعطيكم إياها، بس خلينا نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات التبولة: بقدونس باء عدد 4، بندورة حمراء عدد 4، بصل حبة صغيرة عدد 1، نعناع أخضر مفروم ملعقة كبيرة، زيت زيتون نصف كوب، عصير حامض ربع كوب، حامض للزينة، ورق خس عدد 8، ملح حسب الرغبة، بهار حلو رشة، وقرفة رشة. أكيد مشاهدينا البندورة اليوم تلعب دور كتير أساسي بالتبولة. في ناس بيحبوا بندورة قليلة وبندورة زايدة، يعني نصايحنا دائما أنه ما تكون بصلة كتير وما يكون برغلة كتير إلا إذا كان حسب الرغبة. وكل ما كانت البقدونس له فرم بطريقه مميزه جدا، نحن بنجيب البقدونسه بننقيها عروق، بنغسلها، بننشفها وبنفرمها هي وناشفه. ما بيسوى نفرم بقدونس ونغسلها لانه بتمطط مثل ما بقولوا باللغه العامه او بتصير كبسه على بعضها. فدائما نقوا البقدونس، غسلوها، نشفوها وفرموها، بتطلع الحبه تبعها واقفه، واكيد بتلعب دور اساسي بالبندوره طعمتها. استعملوا دائما زيت الزيتون الطيب، عصير الحامض، رشه قرفه على الخفيف بيعطيها نعمة هيك تاتش ناعم، للي ما بحب القرفة ما يحط طبعا، واكيد منحوا البهار حلو فركوها مع البصلة وخليها يكون فيها جوسي، يعني فيها عصير تعطيها نكهة طيبة. ممكن يكلها بالملفوف، بالخس، بورق العنب، ممكن كمان بلا شيء اذا ناكلها بالملعقة طيبة كثير. تبولة فينا ناكلها الظهر وعشية وسلادة، ومهمة للدايت لانه في كثير نحن بنروح مطارح بدو حاطين كثير برغل، البرغل يعني لا يجوز انه يكون فيها كثير برغل. انا كثير مبسوطة منك يعني بمرحلة أولى، انه كل ما بجي لعندك هالفترة صاير عم بتميل أكثر على الهيلثي فود، يلي هو كثير منيح. ما بقى عم نطلع من هون بدنا نخفف يلي هو كثير منيح. شو بدنا نحكي عن القهوة؟ هلا نحن عنا تبولة وعنا القهوة. كنا عم نحكي انه وقت بدنا نشرب، في من عاداتنا بلبنان انه نشرب قهوة دغري بعد الغداء. اوكي. هيدي بدنا نوقفها او نخففها او يعني بالقليلة نأخر القهوة شي نص ساعة، ثلاث ارباع الساعة، لتكون يعني اكتملت تقريبا عملية التهضيم، اوكي؟ هيدي كثير مهمة، لأنه في كثير ناس بيفكروا انه بهضم بالقهوة، لا بالعكس. بعدين إذا ما شربنا قهوة يعني ما خلصنا الغداء بعد، يعني ما في رزاق يعني أخذتوا قهوة يعني. صحيح. هلا في على العاده نحن ما بدنا كمان نغير لكم عاداتكم، بس جربوا اخروا شوي شوي صغيره القهوه، لانه يعني بتفوت مع عمليه التهضيم وبتخلي التهضيم يصير مش كتير صحي ومش كتير مزبوط. اوكي. سو هيدي بخصوص التبوله والقهوه، بنبعدهم عن بعض. بس اليوم موضوعنا عن القهوه، والقهوه صار في كتير منها اشكال والوان. أوكي. وبتختلف فيها نسبه الكافيين، رح نحكي شوي قد ايه فيها كافيين، ورح نحكي كمان انه القهوه تغيرت، يعني تغيرت السيانس واكتشفنا اكثر واكثر انه لا مش لازم نمتنع كليا عن القهوه لانه مفيده. اوكي. يعني كثير اشياء بتفيد الجسم ضمن محاربه عدد كثير كبير من الامراض، مثل الكانسر، مثل امراض القلب، مثل الضغط. بدنا نعرف انه القهوه سيف ذو حدين، يعني اذا شربنا كثير
بنأذي الجسم، واذا ما شربنا بالمره ما عم ناخذ منافع القهوه اللي هي عديده. ننتبه هون كمان للي بيشربوا مثلا ركوتين بالنهار، لا ما انه بدنا ننتبه، لان يعني ما عم نحكي اكثر من 3 أو 4 فناجين بالنهار. اوكي، عم نحكي كمان قهوه اللي نحن بنشربها، يعني وقت بنحكي القهوه اللي بندوبها ما لازم نتعدى الفنجانين بالنهار، كمان بيحتوي على كثير كافيين. عظيم. هلا انت بتشرب قهوه واي نوع؟ انا مبدئيا بحب القهوه مع الهيل، بنبسط فيها كثير مع الهيل. اكيد ماني من عشاق القهوه بكثره فانيسا، بس بحب اذا كانت مطحونه طازه ونكهه الهيل طالعه فيها بنبسط فيها كثير. يعني مش ادمان عندك؟ لا، يعني ما عندي. مش كل يوم بتوعى بتشرب قهوه من هيدا النوع الناس ولا لا؟ لا طبعا لا، بس الاسبريسو كيف رايك فيها؟ الاسبريسو للمكنات الكهربائيه قديش منيح، بس كمان بيحتوي على كافيين. انا بيهمني يعني قد ايه في كافيين بالفنجان. يعني كم فنجان لازم ناخذ بالنهار؟ الانسان بيحق له ب 400 ملي جرام قهوه بالنهار. هلا رح نحكي بكل فنجان قد ايه في ملي جرام. يعني الاسبريسو كم فنجان تقريبا؟ شيء الاسبريسو هو كل فنجان فيه تقريبا 50 او من 50 لل 70. اوكي، من 50 لل 70 وحسب كمان اذا مرقد ولا لا. يعني اذا مرقد شقفه كبيره يعني من الكافيين، يعني شي 5 فنجان تقريبا. شي 5 فنجان فوالا. عم نحكي اذا بس من هيدي القهوه، بس في كثير اشخاص بيشربوا من هيدي القهوه وبيشربوا قهوه بتتذوب وبيشربوا جرين تي وبيشربوا في الامريكان كمان اللي هي خفيفه بتكون هيك طعمتها طيبه اللي بتبقى كلها دايبه. لا دايبه يعني منفلتره كمان، يعني اللي بتبقى منفلتره هيدي بالعكس شايفها فيها كثير كافيين بشكل كثير قوي، لانه مثل ما بتنتبه انه بتشربها كلها ما بيبقى شيء بكعب الكبايه. هون نحن فانيسا بس بدي اعطي لحظه، البصله دائما لازم نحط لها البهارات على البصله هيك مشان هيك كمان حتى نميزها للتبوله بنكهه طيبه. واكيد رح نحط لها نعنع، وهلا انا رح افرم الطماطم او البندوره، البندوره الحمراء. هون شفنا لاحظنا كيف نقينا البندوره تكون جامده حمراء وقاسي، وقت تكون بندوره منا قاسي ما فيها لذه. كمان في شغله انه اليوم وقت ناصر حامض، كمان ناصر حامض طازه ما يكون حامض اصطناعي، واكيد يكون السكين طيب، يعني ما تكون البندوره مفرومه غصبا عنها حتى تكون وقفتها هيك حبه حلوه. داكور، فيك تكفي عنها. بسطتي بالتبوله فانيسا، خلص هذا الجط لك اليوم. بالتبوله مبسوطه. سو اليوم المراه الحامل مثلا ما لازم تتعدى ال 200 ملي جرام. اوكي، المراه العاديه والرجل العادي 400 ملي جرام، الاولاد مش فوق ال 85 ملي جرام. رح اعطيكم اكزامبلات عن محتوى الكافيين بالمشروبات. مثل ما قلنا فنجان الاسبريسو بيحتوي تقريبا على 50. اوكي، فنجان القهوه اللي بيتذوب بيحتوي بين 80 لل 120 130 ملي جرام. اوكي، فنجان الشاي الاخضر من غير ناحيه بيحتوي على 25 اللي هو كثير ضئيل، كميه كثير ضئيله. أوكي، عم نحكي لنفس كميه المي اكيد. ومثلا المشروبات اللي بناخذها في كثير منها بياخذوها قبل السبور. مثل ما بتعرفوا انا مدربه رياضيه مش بس اخصائيه تغذيه، وكثير بيهمني انه بالسبور يكون عم تاكله مزبوط وما عم تاخذوا اشياء ما بتسوى. ضمنا وقت بناخذ الانرجي درينكس بنسميهم اللي بيحتوي على كثير كافيين عالي. منيح هيدي؟ منو منيح ابدا، لانه بيعطوني طاقه، الطاقه تبعي بتكون مؤقته وما بيسوى هالشيء. بفضل 100 مره لو ناخذ فنجان قهوه او فنجان قهوه مدوبه قبل السبور، لانه الدراسات بتشير انه هيدا الشيء بيفيد، بينما المشروبات اللي يعني مدعومه بالكافيين بشكل كثير قوي ابدا ما بتفيد، لانه في منها بتوصل ل 500 ملي جرام محتويها بالكافيين اللي هي كثير كميه هائله، فلازم ننتبه على الشيء. وشايف شو عم تعمل هلا هون؟ مثل ما شفتي فانيسا نحن فرمنا البندوره، واكيد رح خلي شوي على الوجه حتى نزينها. وهون بما انه حطينا لها شويه قرفه على الخفيف، وهون رح نضيف نحن زيت زيتون. لازم تكون دائما التبوله ما تكون ناشفه، وبندورتها ظاهره، واكيد عصير حمص. في ناس بحطوا لها حب رمان، دبس الرمان او الحصرم، خرج الفتوش اكثر. ايه طبعا، بس انا بفضل هيدي الطريقه اضبط شيء بعدها. هونيك بتصير اشياء فانتازية. هون نحن كمان حطينا لها شويه برغل على الخفيف، على برغل حسب الرغبه، انا ما بحب كتر كثير برغل. ف خلطناها الخلطه، يا سلام شفتي بلشنا هون نحس البندوره فيها هيك عيشه واقفه. نحن بنعرف انه بموضوع القهوه في كثير ناس بيعملوا وجع راس اذا وقفوا القهوه. ايه طبعا. هلا انت مش من المدمنين اللي مش منيح، بس الناس اللي بيشربوا قهوه كثير رح يعرفوا شو عم اقول، انه اذا وقفنا او صمنا عن القهوه على فتره او حتى من اول نهار بنحس بوجع راس، وهذا شيء طبيعي كثير، لانه مثل ما قلنا القهوه كمان بتفيد الدماغ وبتفيد التركيز وبتفيد الذاكره، فلازم نكون عم ناخذها بشكل معتدل، ما نبعد كثير عنها، لانه سمعنا انه مثلا بتعمل ضغط، اكيد اذا شربنا ركوتين رح نعمل ضغط، بس اذا شربنا باعتدال وقبل السبار بالاخص، بالعكس كثير بتفيد الميموار وتخلينا نضل يعني بذاكره نشطه. نحن اللبنانيه معودين بس نوع من النوم نشرب فنجان قهوه ونفل من البيت بلا ترويه.
شو رايك انت؟ هيدا الشيء ابدا مش منيح، شيء غلط. في كثير اشخاص بيستبدلوا القهوه بال مثلا المشروبات اللي بنحط لها ملونات اذا بدك. في ناس بيغلبطوا بين الملونات والحليب وبيعتبروا انه يلا هي ترويقتي وانه انا تروقت. هيدا الشيء كثير غلط، لانه وقت ما بيكون في حليب او ما بيكون في بروتين بالترويقه ما فينا نعدها ترويقه، هيك مرحله اولى. والقهوه لحالها خاصه اذا ما شربنا مي بتعمل جفاف للجسم كثير قوي، يعني بدل ما تخفف وجع الراس بتزيده. القلب كثير مفيد القهوه وقت ما ياخذ فنجان لفنجانين بالنهار، لانه بتسهل يعني بتخلي الدم يشتغل بطريقه احسن، بتخلي الدهون تظهر بطريقه احسن، بتساعد ضد الكوليسترول، ضد السكري، ضد كل الامراض باعتدال. طب القهوه ما انغلبت؟ نعم القهوه ما تطفي. لا شو هالسؤال هيدا كمان؟ انه يعني هو انا بامن بالاعتدال بالنهايه، يعني انا مش مع الحرمان، بس انه اكيد لا، لانه عاده بتملق كثير. وفي كثير ناس مثلا بياخذوا القهوه مع بسكوي بيقولوا انه كمان هاي ترويقه. دائما فكروا بالبروتين على هالوجبه المعينه اللي هي اذا كانت ترويقه او بعد الظهر، انه مش لازم دائما ناخذ بسكوي معه، يعني فينا ناخذ كمشه لوز لا يعني بسبيل التغيير، او هالبسكوي او هالجاتو يكون معمول من اللبن او من الحليب يكون فيه بروتين. لانه بالنهايه القهوه كمان وقت بنكون متكلين كل نهار، انه مثلا بنشبع حالنا بالقهوه او انه عم ناخذ قهوه بدل غير شيء، بتخلي الجسم يخزن دهن كمان وما بيسوى هالشيء. هلا صحن تبولي وبلا قهوه وبلا بلوط. صح. شو رايك بقى هذا التبولي؟ جد التبولي بجنن. هون رح نحط شوي كمان. يا سلام. واليوم انا جايبه معك لفرجيك شيف القهوه الخضراء، كمان سالتك اذا بيستعملوها لشيء القهوه الخضراء، حبه الجرين كوفي اليوم صارت سرعه كثير. فرجينا هيك بايدك شوي بليز فانسا. فرجيكم اياها شوي بايدي. يعني هي حبه البن هي زيتها بس خضراء، يعني مش روستد، مش محمصينه. واليوم صرنا مش روستد، توستد. مش روستد، توست توست محمصه. لا روستد او توستد نفس الشيء. مش الحال. اليوم صار فينا نلاقي السبلمنتس من الجرين كوفي، يعني حبيت سوبليمان، يعني بناخذها مكملات بلا ما نشرب، يعني نشرب مي معها لانه هي حبه مثلها مثل الفيتامين. وهيدي حبوب خلينا نحرق دهن اكثر، نكون مركزين اكثر، بتعطينا نشاط. انا كثير بحبها، باخذ حبه يوميا. في اشخاص بيستعملوها بناخذ حبتين يوميا لانه بتزيد حرق الدهون بشكل كثير قوي. هيدي حبه القهوه الخضراء، لتشوفوا قد ايه منافع القهوه، يعني كل ما قلنا بنكتشف اكثر واكثر منافع لها. بس بليز يعني من حبيبي القهوه مش يستفيدوا من الموضوع. يزيدوها. عظيم. هون نحن تبولتنا، تبولتنا صار جاهزه، واكيد بعد الحلقه رح نخليك تتناولي هالطبق الشهي من الطبوله، تتلذذي بالطبوله طازه وفريش مع قرشه الخس الغير شكل. جنة. يعني بتسوى الدنيا. مزبوط ولا لا؟ صح. فانيسا خصوب، نحن بنتشكرك دائما، افكار حلوه ومفيده لكل المشاهدين، وبكفي انه دائما كمان ابتسامتك حلوه. انا هذا اللي بسر فيها. انت بتستفيد من ملاحظاتي، يا ريت انت بتبلش معي. باي ذا واي، في كثير اشخاص بفكروا انا بعمل لك دايت، وانا ماني عملت لك دايت ولا مره، دائما بحاول صدقوني، دائما بحاول. قريبا بس قد ما لي زمان بعرفك بقول خلص، يعني ما بقى رح اجرب، لانه الانسان لازم يكون هو دائما الانسان بحافظ على برستيجه، الانسان بحافظ على برستيجه، وهالبرستيج ما ممكن يتخلى عنه. طبيعي. طبعا هذا الكرش اهم شيء بالحياه. بفهم. لا اكيد ان شاء الله قريبا، ان شاء الله قريبا نسمع لنصايحك فانيسا لايام طويله. واكيد مشاهدينا الفقره الاولى خلصت، رح نروح لفقره ثانيه، ولكن هناك شويه اعلانات ورجعنا معكم. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، وأكيد من بعد طبق التبولة طبق الملوخية. الملوخية طبعا اللي هي عنا من كده على الطريقة اللبنانية، الطريقة المصرية، وكل واحد عنده طريقته الخاصة. مرحبا بشيف بلال عطوني. أهلا وسهلا فيك. اليوم شيف بلال نقينا بالملوخية مجففة، مجففة يابسة، غير الطازة وغير المجلدة، مش موسم طبعا الفريش، دائما نستعمل اليابس كمان. هو كمان هذا ست البلد كثير مهم، طعمتها طيب كثير. نحن عاملين اليوم بالدجاج واللحم، وممكن كمان اعطيكم شويه هيك سرين مثل ما بقولوا بهالطبخه الطيبه. بس خلينا نشوف المكونات وانا هون معكم. مكونات الملوخيه: ملوخيه مجففه نصف كيلو، بصل حبه كبيره عدد 2، ثوم حص عدد 4، لحم موزات وقيه، دجاج صدر عدد 2، كزبرة خضراء نصف كوب، عصير حامض كوب، خل أحمر كوب، كزبرة يابسة رشة،
جوزة الطيب رشي، مرقة الدجاج حسب الحاجة، مرقة البقر حسب الحاجة، ملح حسب الرغبة، وبهار حلو حسب الرغبة. شيف بلال، الملوخية اللي عم بلش فيها طبعا نحن بنقدم مع خبز محمص اذا حبينا، بيتقدم بصل مع الخل، بصل مع الحامض، خل احمر كمان بيعطينا نكهة طيبة كثير، واكيد رح نبلش نحن سلقنا الدجاج، سلقنا اللحمة، وبس تكون عندنا المرقة جاهزة ممكن نستعمل مكعبات بقر او دجاج، ممكن نستعين كمان من لحم والدجاج مسلوق بس بنضيف عليها مكعبات بيعطوها نكهة اطيب. ونحن هون رح نستعمل الكزبرة اليابسة والكزبرة المجففة لحتى تعطيها ريحة وطعم طيب كثير. تفضل شيف. هلا بدنا نبلش تقطيع بصل. نعم، بصل ناعم. هاي نحن للقلية مبدئيا. بدنا نحط زيت قلي مع زيت شوية زيت زيتون اللي عزبك شيف. زيت قلي مع زيت زيتون كمان كثير منيحة ومش غلط، هيك كمان نحكي نحمي زيت الزيتون إنه ما يحترق. هون كمان مشاهدينا رح نعطيكم هيك من أسرار الملوخية حتى تطلع طيبة، نحن إذا جبنا بصل بقشره وتوم بقشره بنشوه بقلب الفرن، من بعد ما يستوي بنفحصها بصل الكردون بنقشرها وبنطحن مع المزيج، لأن نحن عملنا هلا بصل وتوم الكزبرة، بنطحن البصل المشوي والتوم المشوي من بعد ما نشيل القشرة منه تعطيها نكهة سموكت، يعني طعمة فيها طعم هيك شوي طيب اللي بيعطي نكهة المرقة لذيذ جدا. هو شايف أكيد فينا نستعمل عدة طريقة بالتقطير الملوخية، مثل ما قلت شايف البصل المشوي والتوم المشوي تعطيها نكهة كثير طيبة يعني ما لأنه نحن كمان نعرف إنه الطريقة المصرية غير الطريقة اللبنانية، الطريقة المصرية هي بتطلع شوي مطاطة أكثر بس نحن بنكلها. إيه فاللبنانية لأنه حتى نحن عصرة حامض بالأخير حتى ما تمط معنا، حسب كل واحد عنده ذوق. ممكن كمان هون لأنه بينعموها كثير للملوخية على المكنة أو على السكين. طبعاً ما الملوخية اللبنانية طيبة كثير، خبز محمص على الوجه، الرز طبعاً مع اللحمة والدجاج. نضيف لها شايف الثوم. نضيف لها اللحمة. هون نحن اللحمة موزيت سلقناه هون قبل بوقت. في شيء بنضيف لها شوية هلا طبعا في دجاج. كل شخص عنده طرقه الخاصة بالملوخية، ولكن هيدي طريقة سهلة للستات البيوت، سهلة للستات اللي متجوزين جديد عم يطلعوا على الحياة الزوجية وبدهم يغدوا وبدهم يغزوا كمان أفراد العائلة. ففي كثير بيقولوا لي ملوخية أنا ما بعرفها، لا مش لازم، مش لازم، لازم دائما نتعلم اشياء سهله سهله طريقه سريعه. بدنا نضيف لها الملح شوي اللي عزبك، الملح والبهار ال انا هون حطيت الملح وهي بهالوقت نحن عم نملح رح نضيف هلا شو شفينا نضيف مرقه الدجاج ما شويه مرقه اللحمه اها خليها تغلي اللحمه والدجاج عزيز لتعطيها نكهه عزيز شفينا بدك من شيء أنا لو بدي أروح أتسوق، لكن فقرة تسوق مع ريتشارد رح نروح ونرجع معكم على السريع. عند التسوق اتبعوا هذا التسلسل لشراء الأغراض: المعلبات أولاً، المكسرات، الخضار، البيض، الأجبان والألبان، اللحوم، وأخيرا الأسماك لأنه حساسي. وتأكدوا ما تعرضوا اللحوم والأجبان للشمس بالسيارة. وأكيد يا مشاهدينا تأكدوا كمان من الدجاج، لأن الدجاج تحتوي على السالمونيلا، فكمان تشتروه بآخر شيء، ما تشتروا أول شيء اللحوم وترجعوا تعملوا برمتكم بالسوبر ماركت. هلا ممكن يكون الماركت مكيفة بتحافظ كمان شوي، بس بالسيارة وحرارة فدائما على السريع من البيت للماركت من الماركت على البيت، وكل شيء يكون بالفي والإي سي شغال بيكون أفضل، وخاصة بفصل الصيف أو فصل الحر. بهالوقت شباب نضيف الملوخية اليابسة هذه، لكن عروق من الملوخيه اليابسه عم نضيفها نحن. هلا اخر شيء شايف بنضيف لها الكزبره لتضلها تعطيها نكهه طيبه وتضلها خضرة كمان بقلب الاكل. طبعا بنضيف لها شويه مي شايف بدي عصبك. طبعا اكيد. ولكن نحن اضافه المي بكفي. عظيم. بدنا نضيف لها شايف الخل التفاح، خل العنب، الخل الاحمر. عظيم. نتفت حامض كمان
طبعا طرق ملوخيه عديده جدا مشاهدينا. نضيف شايف الكزبره اليابسه. اوكي. نضيف قرفه. طبعا مطيبات البهارات لابد منها نعم عندي فتره كثير. بعزبك شايف البهار الاسود من عندك؟ هون كثير نحن. الفلفل الاسود. نضيف للوقت الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء. طبعا في طرق عديده، انا مثلا عندي طريقه مثلا نقل البصل والثوم الكزبره بنرجع بنضيفها مع مرقه الدجاج واللحم، بس هي كمان طريقه عده طرق في شكل للملوخيه وكلها عزيز. طريقه نفس الشيء يعني كلها طيبه بتعطيها نكهه طيبه. الكزبره اذا تقلل شيف بالطبخه بتعطيها نكهه كثير طيبه للطبخه. عظيم عظيم عظيم. واكيد الملوخيه تتقدم مع رز ابيض. نعم. بالوقت بنتركها تغلي لتستوي الملوخيه تقريبا شيء نص ساعه، لانه ورقه الشيف بتعرف انت الملوخيه اليابسه بتضلها شوي قاسيه مش مثل الفريش. طريقه كثير حلوه شيف بلال، يعني عده طرق من الملوخيه موجوده طبعا لنا، واكيد نحن بهالوقت رح نروح لفاصل ونواصل معكم بعد قليل. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا ومع ضيفنا الشيف بلال عطروني. اهلا وسهلا فيك شيف بلال. فيك شيف. يعني شيف فعلا الملوخيه رح ما في خبركم. انا حابب اضيف شغله انه شيف هاي الطريقه كثير سريعه، طريقه بيتيه، منا نعم. طريقه اللي بتنعمل بالمطاعم بتعمل صح. هاي طريقه بيتيه، طريقه كثير سريعه وطريقه كثير طيبه. ايه. اطيب من طبعا كل واحد عنده طريقه بال هلا اكيد الدجاج واللحم والمرقه وال هذا كله يعني البصل والثوم تقريبا كله مع بعض شيف كل هذه الطرق صح نعم. صح هذه يعني الطرق كل بالمخير. شيف عنده طريقته، مثلا انا طريقتي غير طريقتك. هلا في الخضره مثلا الخضره فينا نفرمها نفرمها مع الكزبره كله سوا، فينا نغلي المي بصير نضيف النتفه لانه حتى في ناس للملوخيه كمان بيضوبوا شوي دهن وكمان بيضيفوا مع البصل والثوم الكزبره شوية بندوره بيعطوها طعم للملوخيه. في قصص كثيره باسرار المطبخ وطرق يعني تقريبا شايف عليها. الفريش ما بتاخذ وقت مثل تاخذ اليابسه، يعني الفريش تقريبا ما بدها 10 دقائق ماكسيموم، مجرد ما تغلي المي وتسقط الملوخيه مع الكزبره اوكي خلصت. فبس هيدي بدها وقت كثير لانه بتعرف انت شايف مثل قلت لك اليابسه بتضلها شوي قاسيه ما بتضلها مثل الفريش. حلو. فبتاخذ وقت اكثر تقريبا نص ساعه ل 40 دقيقه، ومثل ما قلنا طريقة البيتية غير طريقة المطاعم غير كلية. هون نحن أكيد جهزنا الرز الأبيض وهون عندنا كمان البصل عندنا هون كمان فينا نحط كيسة خبز محمص إذا حدا بحب هيك قصص البصل فصل. مع الحامض ومع التفاح مثل ما قلنا فينا نستعمل خل التفاح خل العنب طبعا حسب ما بتحب المشاهدين هون يكون خل طعمته طيبة نعم وشهية. هون نحن هنستعمل الكفكير طبعا من بعد ما تغلي على النار تستوي الملوخية. يلا تقريبا بلشت تستوي. هون اكيد نحن بنشوف الورقة صارت طرية يعني إذا بتشم الشيف الريحة رائعة جدا. نضيف لها شوية ملح بالعزبك يلا بخير. هون كمان قليل من الملح. الملوخية الخضراء وليس هناك من ألوان ثانية. أكيد. يعني مثل ما لاحظت شايف المي كيف عم تكون ما عم تكون معنا سميكة وعم تكون معنا حلو كثير هون لكن أطباق فعلا شهية مشاهدينا و بهذا الوقت شيف المطبخ يتمتع بقصص كثيرة عظيم. هون كان نحن الملوخية مع اللحمة والدجاج دجاج اللحمة يا سلام. عظيم. هون كان بعدين دائما بنلاحظ انه بس ناكل ملوخيه بنحس دغري سهله الهضم، يعني بعد فتره زمنيه من الوقت اذا كنا صوت كبير بنحس حالنا بعدنا جوعانين. فينا نضيف لها كمان الدجاج شايف نحن عاملينه عجينه. اوكي. البصل اللي هو نحن هون بصل اكيد بصل بصل مع الحامض وبصل مع الخل. طريقه جديده كثير حلوه طريقه طيبه سهله لستات البيوت اللي بيعملوا شكل سهل وسريع. يعني ميرسي شيف لك شيف بلال عطروني وعلى امل كمان نشوفك قريبا ان شاء الله. شيف ثانك يو لك على استضافتك لنا. الف صحتين وان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم مشاهدينا، واكيد بكره حلقه مميزه انطرونا. الف صحتين والى اللقاء.